السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا موضوع اليوم الكومباراتيفز المقارنة، صفات المقارنة و سوبرلاتيفز المفاضلة. كومباراتيفز صفات المقارنة و سوبرلاتيفز صفات المفاضلة. راح نشوف، بس أعطيكم فد مثال بسيط قبل ما ندخل بالموضوع. أعزائي هسه عندنا ذني ثلاث دوائر، بس ركزوا لي عليهن. هذني ثلاث دوائر أنا عندي، لاحظونا أعزائي، هذني ثلاث دوائر. هاي الدائرة لو افترضنا انه هاي الدائرة الصفراء، تشوفون هاي الدائرة الصفراء رمزنا لها بأي، وهاي الدائرة بي وهاي الدائرة سي. هسه هاي الدائرة الصفراء ايش بيها؟ نفرضها بيج، بيج كبير، هاي الدائرة يعني كبيرة. زين تخيلوها مثلا قد تكون كوكب من الكواكب، كوكب الأرض مثلا أو القمر أو أي شيء، فالدائرة معينة، فد ساحة، فد يعني فلكة، فد يعني أي فد شيء يعني، المهم فد شيء كبير نرمز لها، خلينا نقول في الدائرة. طيب هاي الدائرة بيج. طيب لو أريد، وهاي الدائرة شبيها هاي البي، لو أريد أقارن أسوي مقارنة كومباراتيف، أسوي مقارنة كومباراتيف بين شنو؟ بين الدائرة أي، بين الدائرة أي والدائرة بي، بين الدائرة أي والدائرة بي. الدائرة بي شبيها، هي بيجر، هي أكبر من شنو؟ من الدائرة أي. هاي الدائرة البي اللي باللون الازرق الفاتح، هذه شبيهة، هاي بيجر، هاي اكبر، اكبر من الصفرة، هاي اكبر. فانا من اجي اقارن، اقارن بين شنو؟ اقارن بين شيئين، شيئين او شخصين يعني، بينهم هسه بالنسبة للكبر، صفة الكبر، هذا بيج وهاي بيجر، كبير اكبر، كبير اكبر، اقارن بين هذين الدائرتين. فهاي الدائرة بي تتفوق انه شنو؟ ان هي بيجر. طيب لما اجي عند الدائره سي، الدائره سي بيش تتميز؟ طبعا تتميز انه هي the biggest، الاكبر، the biggest، الاكبر، الدائره الاكبر من بيناتهم. انا عندي ثلاث دوائر اي بي او سي، هذين الدوائر، الدائره سي هي الاكبر، الدائره سي هي الاكبر، فاذا هي شنو؟ the biggest، الاكبر. لاحظوا اعزائي، big كبير، bigger اكبر، the biggest الاكبر. تمتاز الدائره سي بانه هي شنو؟ بأنه هي تمتاز بأنه هي أكبر الدوائر الثلاثة، فبيها صفة التميز عن الدائرتين السابقتين. بتلاحظون أعزائي، إذن أني بالمفاضلة، بالسوبرلاتيف تفضيل، دا أتحدث عن شيء واحد. أما لما أجي أقارن مقارنة، جاي أتحدث عن شيئين أو شخصين، أتحدث عن شيئين وبيناتهم صفة معينة. تلاحظون أعزائي، إذن هاي big، bigger، the biggest، كبير، أكبر، the biggest، الأكبر. استهمنا الموضوع. وحتى لو مثلا أقول هاي، مثلا هاي الدائرة افرضوها أعزائي، فرضوا هاي الدائرة صغيرة، إذا هاي الدائرة شبيهة، هاي أصغر، هاي أصغر من هاي. زين الدائرة الأخيرة تتميز بشنو؟ أصغر وحدة بيهن، الأصغر. لاحظنا أعزائي. زين أخلي شوية نمشي بالموضوع. يقول تتحدث المقارنة عن شخصين أو شيئين وهناك فرق بينهما في صفة معينة، مثل، طيب أنا نعطيكم جملتين، مثلا محمد، محمد is better، محمد is better than أحمد in maths، محمد هو أفضل من، محمد هو أفضل من أحمد بشنو؟ in maths، في مجال الرياضيات، في درس الرياضيات maths، محمد is better than أحمد in maths. أنا جاي أقارن بين شخصين اللي هو محمد، وأقارن بين أحمد بصفة التميز بيش؟ بالرياضيات. فايش قلت؟ قلت محمد is better than، أفضل من، لاحظوا كلمة than أعزائي، than. طيب عندي بغداد، بغداد is bigger than بازرة، بغداد is bigger، بغداد أكبر، بغداد أكبر من البصرة، بغداد أكبر من البصرة. أنا جاي أتحدث عن مدينتين، مدينة أولى مدينة ثانية، وجاي أتحدث عن الحجم، عن الكبر، فبغداد تمتاز انه هي شنية، هي اكبر من البصرة. تلاحظون اعزائي، نلاحظ انه المقارنة، مقارنة بها شنو؟ المقارنة الكومباراتيف، اكو كلمة ذان، ذان هي احد مفاتيح الحل، كلمة ذان احد مفاتيح الحل. طيب اروح وين هسه اعزائي؟ اما المفاضلة، اما المفاضلة فهي عن شخص او شيء يتميز بصفة الافضلية او التميز عن الاخرين أو الأشياء الأخرى في صفة معينة، مثل زين محمد،
محمد is the tallest student in the class. محمد هو الطالب الأطول، أطول واحد بالصف، أطول واحد بالصف مين هو؟ The tallest. Tall 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 طويل، taller أطول، tallest الأطول. محمد، إذن أنا جاي بالمفاضلة أتحدث عن شخص، أتحدث عن شيء واحد. ممتاز. ومفتاح الحل تكون شنو أعزائي؟ مفتاح الحل عادة اللي يخليني أندلل الموضوع هو كلمة ذا اللي تكون قبل الصفة. كلمة ذا تكون قبل الصفة خاف هاي تجيني فراغ. هسه هاي نتناولها إن شاء الله بالتفصيل. محمد is the tallest. محمد هو الطالب الأطول في الصف. طيب هنا عندي القواعد مالتها، هسه هاي راح تشوفها أعزائي، تتبع وياي، واللي يريد يكتبها بالدفتر أو يستمع لها كيفه. زين، رقم واحد، إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد one syllable، إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد يعني صوت واحد، هنا نستعين بحروف العلة. حروف العلة اللي هي تدلين على المقاطع الصوتية، وأنا أقصد المقطع وليس الحرف، انتبهوا لي أعزائي، مقطع صوتي وليس الحرف. إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع واحد نضيف ER، نضيف شنو؟ ER لنهاية الكلمة في المقارنة، و EST لنهاية الكلمة في المفاضلة. مثل إيش؟ عندنا small، small عندي أنا شنو؟ عندي هذا شلون عرفته مقطع؟ عندي حرف علة واحد، حرف علة واحد، أو قد يكون حرفين حسب يعني. small small زين، smaller أصغر، small صغير، smaller أصغر. تلاحظون هاي مقارنة أعزائي. بالمفاضلة smallest الأصغر، صغير أصغر الأصغر. أنا سويت أعزائي بالمقارنة خليت ER بالأخير، وبالمفاضلة إيش خليت؟ خليت EST. زين، هاي فهمناها أعزائي. رقم اثنين، إذا كانت الكلمة تتكون من مقطع وفي نهايتها حرف E، كلمة بها مقطع وبالنهاية أكو حرف E، نضيف ER للمقارنة و ST للمفاضلة. مثل هي الكلمة، أنا عندي القاعدة تقول لي أضيف ER و EST، تمام لو لا؟ زين، أنا إذا عندي بالأخير أكو إي، مثل بعض الكلمة مثل نايس، نايس لطيف، نايسر ألطف، نايسست الألطف مثلا. نايس أنا عندي بالأخير إي، عندي بالأخير إي، وأنا إيش أضيف؟ ما أكرر الـ ER، أحط بس R، أحط بس R. تلاحظون هو أصلا أكو إي بالأخير وأخلي لي الـ R. زين، نايس نايس هنا هاي طبعا مقارنة، نايسر ألطف، نايسست الألطف، الألطف شضيف أضيف بس ST. فاين، فاين هنا، فاين مثلا جميل أو طيب، فاين هنا عندي بالأخير أخلي شنو؟ أخلي بس R هنا عند المقارنة و ST عند المفاضلة. ثلاثة، ثلاثة النقطة الثالثة، هنا شي يقول لي الكلمة إذا متكونة من مقطع واحد وهناك حرف علة قبل الحرف الأخير، وهناك حرف علة قبل الحرف الأخير، أحرف العلة أعزائي المفروض أن تحافظيها اللي هي الأي والإي، الأي والإي تلاحظون أعزائي، والآي والأو والأو واليو، خمس حروف اللي هي شنية؟ الأي الإي الآي الأو اليو، هاي حروف العلة أعزائي. كلمة تتكون من مقطع واحد وهناك حرف علة قبل الحرف الأخير، شنو نسوي إحنا؟ نضاعف الحرف الأخير، نضاعف الحرف الأخير، وش نسوي؟ ونضيف ER للمقارنة و EST شنو؟ للمفاضلة. مثل عندي مثلا كلمة hot، كلمة hot حار، حار، تلاحظون إنه شنو أعزائي؟ إنه قبل الحرف الأخير، قبل الحرف الأخير، الحرف الأخير شنو وياه؟ هو التي، وتمام؟ الحرف الأخير هو التي. أنا شو أسوي؟ الحرف الأخير مو التي، قبله شنو؟ قبله أو، فأنا شنو شو أسوي؟ أريد أخليه هوت حار، هوتر أكثر حرارة، أحر أو أكثر حرارة، فشو أسوي؟ بما أنه عندي علة هنا قبل الحرف الأخير، الحرف الأخير شو أسوي؟ لا أضعفه، يصير دبل تي. دبل يصير، واكمل ال ER للمقارنة و EST للمفاضل. عندي مثلا كلمة فات، فات سمين، فات سمين، هنا قبل الحرف الأخير حرف علة وهو ال A، شو أسوي؟ فاتر أسمن، فات سمين، فاتر أسمن، فاتست الأسمن، أسمن واحد أو أسمن. أعزائي رقم أربعة، إذا كان لدي مقطعين
إذا كان لدينا مقطعين اثنين وفي نهاية الكلمة حرف الواي، إذا كان بنهاية الكلمة حرف الواي شو نسوي إحنا؟ نقلب حرف الواي إلى آي، نقلب حرف الواي إلى آي ونضيف إي آر للمقارنة وإي إس تي للمفاضلة. مثل هسه مثلا عندي كلمة بها متكونة من مقطعين، شلون؟ عندي هابي مثلا، كلمة هابي ها بي ها بي، هاي هنا ينطيني مقطع وهنا ينطيني مقطع صوتي. بتلاحظون اعزائي اي زي اي زي اي زي، تمام اي زي. هنا شنو؟ هنا ايضا مقطعين اي زي، هنا شوف ولو حرفين هن، ولو هن حرفين بس ينطيني مقطع، وهنا الواي ايضا ينطيني مقطع صوتي. هنا مقطعين اثنين وفي نهايه الكلمه حرف الواي بالاخير، انا اكو عندي حرف الواي، الاجراء اللي ايش اسوي؟ نقلب الواي الى اي، نقلب الواي الى اي ونضيف الاضافه اللي هي اي ار والاي اس تي. ايزي سهل، ايزي سهل، احول الواي هنا تحول الى اي واضيف اي ار، ايزي سهل، ايزير اسهل، ايزيست الاسهل. زين هابي سعيد، هابير هابير اسعد، لاحظوا انه الواي انقلب الى اي وضفنا اي ار، هابيست الاسعد، هابيست الاسعد بالنسبه للمفاضله. خمسه يقول لي مقطعين او اكثر، مقطعين او اكثر شو نسوي؟ نضع كلمه مور قبل الكلمه في المقارنه ولا نغير في الكلمه، ونضع كلمه ماست قبل الكلمه، نضع كلمه ماست قبل الكلمه في المفاضله ولا نغير في الكلمه شيء. مثل هسه هاي اعزائي حتى مثلا هاي الكلمه طويله بها مقطعين او اكثر، مثلا بيو بيو تي فول، عندنا مثلا ثلاث مقاطع بيو تي فول، هنا الاعزائي هنا ينطيني صوت، هنا ينطيني صوت، هنا ينطيني صوت، ثلاث مقاطع مقطعين او اكثر. انا شو اسوي؟ هاي من الكلمات الطويله، اذا ما تقدرون تحفظون شغله المقاطع خاف صعبه عليكم، اقول الكلمه الطويله، كلمه طويله انا شو اخلي قبل الكلمه؟ خلي مور وما اغير بالكلمه، ما اغير بالكلمه. بعض الطلبه يغلطون هيك غلطات، يخلون بيوتيفولر بيوتيفولست، هاي غلط. انت شو تسوي؟ هاي الكلمه الكلمات الطويله المقطعين او اكثر شو تسوي لها؟ بالمقارنه تخلي لي مور قبل الكلمه وما تغير بالكلمه، وبالمفاضله شو تخلي لي ماست ولا تغير في الكلمه. لاحظونا اعزائي الصفات الشاذة، طبعا الصفات الشاذة عندكم منهجكم قليل، ليس لها قاعدة ثابتة وتحفظ كما هي. مثل عندنا كلمة باد سيء، باد سيء، وورس أسوأ، وورس وورست الأسوأ، ما بها قاعدة، تنحفظ مثل ما هي، سيء أسوأ الأسوأ. فار فار بعيد، فاردر فاردر أبعد، farthest الأبعد. عندنا good جيد، good جيد أو طيب، better أفضل، هنا جيد أفضل، better أفضل، best الأفضل. هنا عندنا ملاحظات يقول للتعرف على المقارنة، للتعرف على المقارنة نلاحظ كلمة than بعد الصفة، نلاحظ كلمة than، خاف تجيني فراغات بعد الصفة، شلون؟ شلون هاي الشغلة؟ شغلة سهلة. يقول مثلا this man، هذا الرجل is فراغ than علي، جتني هاي الجملة وبيها ثلاث اختيارات. زين واني قايل لي هاي ناطيني ثلاث اختيارات، ناطيني هنا صفة، ناطيني هنا صفة بها مقارنة وهنا بها مفاضلة. زين بس انا بغض النظر عن المعنى، حتى لو ما عرفت المعنى، بس انا عندي بالجملة بسياق الجملة عندي كلمة ذان، من ذان هنا معناها من، هذا الرجل شبي من علي، فشيخ اللي هنا من عندي ذان، من عندي ذان، اذا شفتهم هنا افتهم انه هذه شنو؟ هذه على المقارنه، فش اخلي هاي الكلمه اللي هي اولدر، راح اقول this man is older than علي، هذا الشخص هو اكبر سنا من علي. اثنين للتعرف على المفاضله نجد كلمه ذا قبل الكلمه، نجد كلمه ذا هنا وين؟ هنا مو كلمه ذان بعد الصفه، بعد الصفه اللي هي الكلمه، هنا للتعرف على المفاضله نجد كلمه ذا قبل الكلمه او الصفه، شلون؟ Iraq is، Iraq is the، ذا وناطيني فراغ. إراك دا تشوف هنا اعزائي هذا هسه انا بالمقارنه قارنت بين الرجل وبين علي، اكو مقارنه بالنسبه للسن العمر بين شخصين. هنا يقول لي إراك يتحدث عن شيء واحد، إراك شبي از ذا، از ذا وناطيني فراغ، وبيوتيفول كانتري، بيوتيفول كانتري ان ذا وورلد، مو تمام؟ عندي ذا قبل الفراغ، قبل الفراغ، لان هاي احتمال تجي فراغات اكثر شيء، نعطيني ذا، فش اخلي most beautiful، most beautiful الاكثر جمالا، راح اقول Iraq، Iraq is the
Iraq is the most beautiful country in the world. العراق هو البلد الأكثر جمالاً في العالم. انتهى أعزائي هذا الموضوع، وأتمنى يكون الشرح راق لكم، وأي أسئلة أتقبلها طبعاً من عندكم وتراسلوني عليها. أتقبل ملاحظاتكم وتعليقاتكم بالنسبة لهذا الموضوع ومواضيع أخرى، وأتمنى الشرح يكون نال رضاكم. وتقبلوا أطيب تحياتي وإلى اللقاء.